السلام عليكم، معكم مستر عليم من عرين سنتر. قبل يومين نزلت فيديو لتبديل التبريد الهوائي لتبريد مائي للأسوس تريكس 3090. يلي ما حضر الفيديو راح اترك لك اللينك تحت، احضره اول اشي. اليوم ان شاء الله راح اشرح شو عند الجهاز الجيمينج وشو مواصفاته، وان شاء الله شو الخطة المستقبلية راح اعمله فيه. اذا عجبك الفيديو ما تبخل علينا باللايك وبالشير وبالسبسكرايب، وما تنسى تعملنا سبسكرايب على قناتنا في اليوتيوب اسمها مستر عرين. شكرا لك. عندي 2 بي سي سراب، وهذا هو الجهاز اللي راح يكون خصيصا للجيمنج. قرب عليه خلينا افرجيكم شو مواصفات الجهاز. انا عندي 2 بي سي سراب، والبي سي هذا راح يكون هو المينينج للجيمنج فقط. اشتريته من شركة ديجيتال ستورم، موقعهم في كاليفورنيا. خلينا احكي لكم عن مواصفات الجهاز. الجهاز هو جيل العاشر من انتل 10900K. عندي كارت الشاشة ASUS TRIX 3090، motherboard ASUS Maximus Hero 490، وعندي 1 TB SSD Samsung EVO Plus، رامات 32 جيجا، رامات ترددهم 3200، وفيه 15 مروحة من كورسير حجمها 140 ملم. طبعا عندي أكثر من رادياتر، 3 240 ملم وواحد 360، وعليهم 15 مروحة، 1 2 3 4، وفي 4 بالخلف، 3 فوق، وبرضه 4 لقدام. وزن الجهاز كثير ثقيل، 25 كيلو. عندي خطة مستقبلية للجهاز. أنا ما راح أبدل الكيس، لأنه الكيس هو أكثر إشي شادني له منظره. بيجي الكيس طبعاً شمالي، وبعديها المعالج زي ما أنت شايف بيجي لتحت، مش محطوط لفوق. وفيه مساحة كبيرة إنك تعمل كثير شغلات، تعمل كثير أبجريد، تعمل كثير كاستمايزيشن. فكثير أنا الكيس تبعي عاجبني. اذا راح ابدل المذر بورد، اطور معالج جديد، كارت شاشه ثاني، وان شاء الله راح اروح على ال 12900K، ولما ينزل يمكن الستريكس 3090 تي اي. ما بنعرف، بيحكوا انه السنه الجاي راح تنزل، فهينا بنستنى وبنشوف. خليني افرجيكم الجهاز من ورا من الخلف. الجهاز بيجي من الجهتين قزاز ومظلل، بس انا ما بحط القزاز اللي قدام، دائما بخليها فاتح. نشيل البراغي تبعونه، واحد الجهاز من ورا شوي عليه غبرة. خلي بلش من هنا، ووتر بلاك اللي بوزع كل التبريد المائي، وعندي هون الرادياتر الثالث ال 240 مع المروحتين، وكمان هون مروحتين زيادة عشان ايش؟ الاير فلو. كل المراوح مشبوكة على كل واحدة، كل اربعة على كوماندر بخصص لإلها، وبتتحكم فيها في الاضاءة وفي سرعتها. وهنا بيجي الاي في جي اي باور سبلاي 1000 وات. خلينا هسا نشوف الجهاز بالاضاءة تبعته. You in my sight, I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you now. You'll beg me, please. Hey, now I stay away. You were never meant to save me. Now I stay away. I don't hear you say you're sorry. You in my sight, I keep all the witches.